يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. قبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا اليوم من قصص جمانة. راح أحط لكم رابط سنابها في صندوق الوصف. يقول صاحب القصة اسمي محمد، في صيف 1421 هجريا كنت راجع من جامعة البترول أقضي إجازة الصيف مع أهلي في أبها. كانت الأجواء ربيعية لطيفة وليالي أبها لا يعلى عليها. اعتدت أنا واثنين من الزملاء نروح لمكان يعرفونه أهل أبها، اسمه المطل الغربي. هو عبارة عن مخطط في جبل مرتفع في الجهة الغربية من أبها على طريق السودة، وميزته إنك تستطيع مشاهدة المدينة كاملة بأنوارها وصخب ليالي الصيف فيها. في إحدى الليالي وصلنا المطل في حدود الساعة 10 مساء، وفي أثناء ما كنا نبحث عن مكان للجلوس لفت نظري شاب جالس في ديتسن غمارة واحدة ومسكر الدرايش ومولع لمبة في السقف إضاءتها خفيفة وماسك جريدة يقرأ فيها. تعدينا واخترنا مكاننا ونزلنا بفرشتنا، وكان معانا قهوة وتمر وشوية حلى وأيضا شاهي وفصفص، واستمتعنا بليلتنا. وكان زميلنا ماجد ما تمل سوالفه ولا دعاباته اللي كنت أشعر إنه كل الجلسات اللي حولنا يحسدون عليها. لما صارت الساعة 12:30 سمعنا صوت الأغاني وركزت إلا هو جاي من الديتسن. وقتها انتبهت وقلت للشباب صدقوني إن راعي الديتسن وراه سالفة، وطول ذا الوقت هو لحاله بشكل غريب، والحين بدأ يسمع الأغاني إحساس يقول إنه عنده شيء. المهم تحمست واستشرت الشباب وقررت قلت بروح أسولف معه وأنصحه من الأغاني، وإذا بيوافق دعيته يكمل سهرته معانا. مشيت إلى عند الديتسن وتعمدت أجي من قدامه عشان ينتبه لي واستأذن وأكلمه، ولما قابلته كان مرخي راسه يعني مدنك وصوت الأغاني مرتفع ما يسمع. فقربت منه ودقيت الزجاج الجانبي، كانت ردة فعله كلها ذوق وتدل على أصالة معدن وطيب رجل. طبعا فتح الباب ورحب فيني وحلف علي أركب معه في السيارة، وأول ما ركبت فتح الدرج وطلع زجاجة عطر جميلة جدا وطيبني وحي ورحب وسهل كأني ضيف عنده في بيته. أعجبني أسلوبه وردة فعله وقلت يستاهل إنك تسولف وإنك تنصحه، وبدأت عرفته بنفسي ودخلت في الموضوع ببساطة وقلت له باختصار لفت نظري من أول الليل، ولما سمعتك شغلت الأغاني بعد ذا الوقت قلت أكيد مهموم، وترى شعري عليك إن الأغاني ما بتسليك إلا بتزيد همك. قال تدري إنك جيت على الجرح، وبالفعل كلامك من قوة الهم وضيقة الصدر والطفش اللي أنا فيه هذه حالتي، بس ودي أقول لك قصتي. قلت تفضل وبدأ يسولف. قال اسمي سلطان من القواعية، توفي أبوي وأنا صغير وعشت مع أمي، وكان لنا بيت صغير قريب من أعمامي ولو حوش، وأمي ضحت علشاني بعد وفاة أبوي وجلست معي في هالبيت واهتمت فيني وربتني وكرست كل حياتها لي، وكانت كل يوم تراقب الأمل وتشوفه يكبر في عيونها ظناها. تخرجت من الثانوي بمعدل حلو وبدأت أبحث عن عمل أو دراسة، كان همي ورغبة أمي إني أكون في القواعية، لكن السنة الأولى ما حصلت شيء والحمد لله أحوالنا طيبة ومعنا ورث زين، فما كان يفرق معي، أهم شيء أكون قريب من الوالدة. المهم بعد سنة وكم شهر في فصل الشتاء كان في مناسبة عند خوالي ورحنا حضرنا المناسبة، ولما انتهت خذيت أمي ورحنا البيت، دخلت الحوش ونزلتها عند الباب هي والخدامة، ورحت أوقف الموتر كان جيب في موقفه ورجعت داخل البيت. كانت الساعة وقتها تقريبا 1 صباحا وأنا أقرب من الباب إلا والخدامة تطلع وتصيح بابو سلطان تعال شيل ماما. أنا انفجعت، أمي عمرها أوائل الأربعين وصحتها ممتازة ولا تشتكي من شيء ولا أدري إيش صار. ركضت ودخلت البيت، وصلت الصالة وألقى أمي طايحة مغمى عليها وعبايتها عليها. وصلت الطوارئ واستقبلوها وشالوها على سريرهم ودخلوها غرفة العناية الحرجة في الطوارئ. طبعا في ذي الغرفة المرضى متقابلين على أسرتهم والطبيب يتابعهم كلهم في نفس اللحظة، وكلهم حالات طارئة وتعبانين جدا. ومن الصدف إنه كان في حادث في طريق الرياض مكة سريع وجايبينهم نفس المستشفى. طبعا نظام الطوارئ في هذه الحالة إنك ما تجلس مع المريض لأنه فيه نساء وحالات صعبة ووجود غير المرضى يربك الطاقم الطبي. فبدأ الدكتور وقال لي اطلع لو سمحت، وأنا كنت مستحيل أطلع وأترك أمي، أبغى أطمن عليها وأعرف إيش جاها، والدكتور مشغول ما هو فاضي. حاولت أطنشهم بقدر المستطاع وأجلس مع أمي رغم إنه ممنوع، ما تخيلت إني ممكن أتركها بين يدينهم. شوي كلمتني الممرضة وبعدها كلمني الممرض، وجاء المدير المناوب وكان جوابي أبغى أعرف إيش عند أمي. قالوا اطلع في الصالة وبنكشف عليها ونعطيك خبر.
تقدر تسأل عن طريق السماعة، ورفضت أخرج. وبعد لحظات جابوا أمن المستشفى ودخلوا الغرفة وأخذوني بأسلوب وخرجوني، وكان معاهم المدير المناب وأخذني على مكتبه وبدأ يطمني بأن هذا نظام عالمي ووجودك ما يقدم شيء، بالعكس يعيق الطاقم الطبي، واقتنعت بكلامه. كان بالي مشغول على البيت لأني طلعت مستعجل وما سكرت الأبواب، والخدامة خوافة، ولما طلعت الوقت متأخر وليالي الشتاء هادية والناس تنام بدري. فلما شفت أني ما أقدر أسوي شيء لأمي قلت أسكر بيتنا وأرجع بسرعة. رحت البيت أسرع شيء ورجعت ودخلت المستشفى، رحت مباشرة لمكتب المدير المناوب، لقيته مسكر، ورجعت عند باب الطوارئ ورفعت السماعة، ما حد يجاوب، وبدأت أشعر بالوحشة وأشوف المكان كله متغير. الزحمة خفت مرة ولا في الناس اللي كانوا قبل، والوقت مر بسرعة وصارت الساعة 4 قبل الفجر. ضاق صدري بشكل عجيب، بس صرت أسمع أرجل الناس في الأسياب وخيم الصمت، شعور لا يوصف. كل همي في ذيك اللحظة أني ألقى أمي واتطمن عليها، ما اتصلت على أحد ولا قلت إنها في المستشفى. أنا متأكد إنه عارض بسيط، وأنا وحبيبتي ورفيقة حياتي بنرجع بيتنا الفجر. رجعت للسماعة وأرفعها وأحاول ألقى رد، ما حد يجاوب. تركتها ورحت للباب أفتحه إلا هو مقفل، صرت أدق على الباب ما حد يسمع، ودقيت بقوة وما في رد، وفجأة إلا صوت من آخر السيب، خير خير إيش عندك يا الأخو؟ طبعا كان رجل أمن لكن جديد ما شفته من قبل. عرفت أن الطاقم الطب السابق خلص الشفت وجاء طاقم طب جديد ما يدرون عن أمي إلا من خلال الورق والاسم. قلت له أبغى أشوف أمي، قال طيب ترى ما انت في الشارع، وش ذا الأسلوب؟ ترى في مرضى هنا واللي تسويه إزعاج، وبدأ يرفع صوته، خلاص تعال معي وأنا أشوف لك الوضع. ومشى بي في السيب وكان المكان يملأ صمت وسكون. حسيت الطريق طويل لين وصلنا آخر السيب ولف بي يمين ثم التفت قال إيش اسم المريضة؟ قلت فلانة بنت فلان. ناظر فيني العسكري وقال بالله تترك أمك وتروح وإحنا النادي من الليل؟ وقتها خلاص ما في مجال أبرر ولا رح يفهم ولا يهمني. هو ما أعرف كيف أنا من أول الليل أقلقت المستشفى وعفست وعفس، الآن فقط ودي ترد روحي وأشوف حبيبتي واتطمن عليها. يوم ما بررت حس إني مستهتر، أستاهل الألم، أستحق الصدمة. ما درى إيش أمي بالنسبة لي، رفع راسه طالعته، ها تكلم أمي في أي قسم؟ أنا صوتي مرتفع عليه، رد علي بنفس الأسلوب، روح دور أمك في ثلاجة الموتى. يا الله، الكلام يتردد في أذني، قاعد يتكلم ولا أدري وش يقول. أمي ما فيها شيء ولا سوابق مرض، أمي كانت بالنسبة لي هي الحياة، كانت تنتظر أتوظف وتزوج، كانت تنتظر تشوف العوض في أحفادها وبري فيها، كانت رفيقة الروح والحياة. وقفت وانصدمت، مستحيل أمي تموت، ما كأن عندي لسان، ولا صرت أشعر بعقل ولا أعرف أنا وين. في نفسي إني أموت وكل الناس يموتون وكل العالم ينتهي وأمي تبقى، ما صدقت ولا فهمت ولا عرفت، وكنت بالفعل مصطوم وأناظره وهو يهزني ويقول امش معي ذا السيب، تلقى لوحة ثلاجة الموتى، بتلقى أمك هناك. يتكلم وكأنه يوصف طريق عادي، ما درى إني قاعد أموت من داخل 1000 مرة وأكذب وأصدق. وقتها رحت أجر خطواتي، خلاص أمي ما بترجع مع البيت. استوعبت وقتها لازم أتصل على أعمامي وأخوالي وبلغهم. خلصنا الإجراءات وأخذنا أمي وصلينا عليها ودفناها وأقمنا العزاء وانتهى العزاء وراحوا الناس بيوتهم، وبقيت لحالي في البيت. وبعد أيام جو أعمامي وكلموني عن الخدامة وتركتها تسافر، وجلست 1 و2 و3 في البيت. انتهت الحياة في نظري، عجزت أطلع من دوامة الفقد، ألفت الدموع والحزن، قاعد كل يوم أتمنى إني ألحقها هي وأبوي. إحساس قاسي يوم تحس إن ما في شيء في الدنيا يهمك ولا لك فيها حاجة. كان الوقت يمشي بطيء والأيام مملة والبيت كله ذكريات، وأمي أتصورها في كل زاوية، وعرفت وقتها إنه حياتي ما كان فيها شيء إلا أمي، هي أبوي وأمي وأخوي وأختي وصديقي وكل الناس حولي، وبالفعل كانت هذه حياتي. بعد 3 شهور جوني أعمامي وقالوا توسطنا لك في الأمن ودورتك تبدأ بكرة ولازم تروح الرياض، وسافرت ودخلت الدورة وأخذت فيها 1.5 شهر، ثم أرسلوني إلى مطار أبها لي 1 شهر من وصلت، وعملي هنا تدريب لمدة 6 أشهر. يقول سلطان من جيت أبها ما أعرف أحد ولا أقابل أحد إلا العمل، وإذا ما كان عندي دوام جيت هنا. محمد يقول اكتشفت وقتها إنه هذا أول إنسان أستمع له بدهشة، وإنه هذا الرجل يقول كلام ما قد قاله لأحد، والوهلة تلعثمت وحسيت إني ما أعرف أعلق ولا أقدر حتى أواسيه أو أسليه. المهم قلت خلني أسجل رقمك وبكرة بس عشاك عندي في البيت وبنتواصل، وأكيد بتتعرف على أبها وتصير لك صداقات وبتتغير الحال. قال أنا بسجل رقمك لأن ما عندي جوال،
وقتها قليل اللي معهم جوالات، واعتذر عن العزيمة ووعدني أنه يتصل علي ويزورني. انتهى الصيف ورجعت الجامعة وبدأت الدراسة وانشغلت ومرت الأيام، وجاء شهر رمضان، ولما طلعت من صلاة التراويح إلا يجيني اتصال من تليفون ثابت من أبها، رديت وسلم مبارك رمضان وقال أنا سلطان. قلت عرفتك الله يحييك، سولف معي، وكنت عتبان عليه إنه انقطع وما كلمني. اعتذر وقال ترى منتظر هذه اللحظة عشان اتصل عليك وأبي منك طلب. قلت أبشر، قال تكفى أبيك تدعي لأمي في رمضان. وقتها قطرت دمعتي وخنقتني العبرة، وحاولت ما أوضح له واستعديت، وفعلا دعوت لها وخصيتها مع والدي بالدعاء. ومرت الأيام وجاء موسم الحج واتصل سلطان من جوال، فرحت وقلت بسجل جوالك. قال تكفى لا تسجله، هذا رقم ولد عمي ولا تحرجني معه، بس أبي أعلمك إني لقيت نقل للرياض وأبي أوصيك تدعي لأمي عساك بتروح للحج. قلت إن شاء الله بحج وادعي لها. وانقطعت أخبار سلطان إلى رمضان اللي بعده، واتصل فيني وقال عندي لك خبر، أبشرك تملكت زواجي من بنت عم وزواجي من بنت عمي ثاني العيد في الكويت. باركت له وفرحت له كأني أنا، ومن كلامه حسيت كم كان محتاج للزواج وإنه يكون معه أحد يعوضه فقد أمه. كان أهم شي في مكالمته الوصية بالدعاء لأمه. طبعا حفظت الرقم ورجعت اتصل فيه، لكن للأسف انقطع الرقم ولا صار عندي اي تواصل معه الى وقت الحج، ويجيني اتصال وفرحت فيه، بشر كيفك وكيف الزواج؟ قال الحمد لله، اتصلت عشان اوصيك تدعي لأمي. قلت ابشر ولا تهتم، والله اني ادعي لها مع والدي، المهم انت يا سلطان عطني اخبارك، كيف زواجك وين سكنت؟ قال بعلمك، تزوجت بعد العيد وكان عندي اجازة خارجية وسافرت شهر العسل، وقربت إجازتي تنتهي ورجعت للكويت، ونزلت زوجتي عند أهلها ورجعت للعمل. جلست زوجتي أيام مع أهلها، وجابها أخوها عن طريق البر، صار عليهم حادث. أما زوجتي اللي كانت العوض بعد أمي أنيسة قلبي، خففت علي من ألم السنين والفقد والوحدة، كانت رفيقة الروح، رجعتني شوي للحياة. للأسف ماتت في الحادث، انفجعت بفقدها، لكن لعل القلب من كثر مصائب الفقد يسكن إيمان ويقين، والضربات لم تعد تؤلم. أما أخوها له شهر في المستشفى، يا الله نفس مشاعر الألم يوم حكالي قصته، كلامه ما يوازي جبر ولا تعزية، كان مسلم موقن، دعيت له بالصبر وأوصيته بالثبات، وأنا أفكر في أجره العظيم على ما حصل له في هذه الحياة. وبعد تلك المكالمة انقطعت عن سلطان إلى هذا الوقت، ما أعرف وش عاد صار له بحياته. العبرة في قصة سلطان إنه الابتلاء أنواع، البعض يبتلى بمرض وآخر بالفقر والثالث بالمشاكل والتوترات والسجن وبعضهم بالظلم، لكن الابتلاء الأكثر وجعا وحرقة هو الابتلاء بفقد الأحبة. سلطان منذ أن ولد عاش يتيم ثم فقد أمه وبعدها زوجته، فأسأل الله أن يعوضه ويجبره جبرا يعجب منه أهل السماء والأرض، ولعلها تصل هذه القصة، فأنا صديقه في أبها ما زلت أذكره ولن أنساه من دعائي، هو أمه وزوجته، لعل الله يجمعني به قريب ونكمل تفاصيل القصة. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.